نرمين، يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمة، اليوم عيد التلفزيون 59، يعني اليوم هو عيد ميلاد أعرق محطة تلفزيونية بالتاريخ العربي. هو التلفزيون يلي صمد بكل إمكانياته يلي ما بتضاهي التلفزيون العالمي. تلفاز ولد من رحم قاسيون الشموخ والعزة، إلى أنه لحتى كبر وترعرع بأحضان أقدم ساحة في التاريخ هي ساحة الأمويين. أكيد ليا، رغم التحديات والعوائق أثبت التلفزيون العربي السوري جدارته وكفاءته، وكان البداية بالأبيض والأسود بمدة لا تتجاوز ساعتين، كما لم يتجاوز مدى إرسال حدوده مدينة دمشق. وكانت الأعمال التلفزيونية السورية الأولى تعتمد على فصول تمثيلية وسهرات مسرحية تبث مباشرة على الهواء. لاستعادة الذكرى أكيد بيسعدنا نرحب بالإعلامي الأستاذ مخلص. صباحك، كل عام وانت بألف خير. وأنت بخير، والجميع العاملين في قطاع الإعلام السوري بألف خير إن شاء الله. طبعا مناسبة غالية جدا على قلوب العاملين في الإعلام، باعتبار نقلة نوعية في عالم التقنية أولا، وفي عالم الرسالة الإعلامية. نعم، يعني لمدة 30 سنة ونحن عم نسمع صوت حضرتك أستاذ مخلص عم يسطح عبر أثير إذاعة دمشق دمشق، يعني واليوم نحن يعني موجودين مع حضرتك ضمن هيدا الصباح. ذكريات كثيرة، تاريخ عريق لمدة 30 عام حضرتك أو أكثر موجود أو تقريبا شو. أكثر. ما بدنا نكبره، ما بدنا نكتره، ما بدنا نكبرك، العمر كله الله يطول يسلمك، بعمرك. دخلنا صغار نحن على الحقل تماما، الإعلامي، خلينا نحكي عن فعدينا سنوات كتير يعني إيه. فالحكي كتير طبعا يعني. بهالمناسبة بحب أول وجه تحية إلى كل زملائي العاملين في الإعلام السوري، وهن يعني مرحلة من مراحل التطور الإعلامي اللي عم يتواكب دائما في مجال العمل الناحية البشرية أو الناحية التقنية. وبالتالي الإعلام يعني بدأ مسيرته مع إذاعة دمشق، الإذاعة السورية الرسمية اللي بدأت في عام 47، وكان صوتها من أوائل الأصوات العربية اللي انطلقت عبر الأثير، وكان له دور كبير في تنمية الوعي الوطني والقومي والاجتماعي والثقافي. وبالتالي كانت لها جماهيرية على امتداد الوطن وعلى امتداد الساحة العربية، ولعبت دور كبير في تنمية الشعور القومي، وخاصة في صراعنا مع العدو الإسرائيلي. وكانت دائما هي المصدر الأول لأي خبر يعني يذاع عبر الأثير. طبعا هذه المرحلة هي مرحلة المد القومي، مرحلة الوعي ومرحلة التحرر من الاستعمار، وبالتالي يعني لعبت الإذاعة دور كبير. طبعا بعد هالمرحلة هي كان من الضروري مواكبة التطور التقني والتكنولوجي اللي حصل في العالم، وهو ظهور الشاشة. طبعا هذا حلم كبير كان عند كل العاملين في قطاع الإذاعة، أنه يتحول العمل من صوت إلى صوت وصورة. طبعا العاملين في مجال الإعلام أو الإذاعة آنذاك كانوا يحلمون بهذا الموضوع، ويضعون العوامل التأسيسية للانطلاق بهالموضوع إلى أن صدر القرار السياسي. طبعا القرار طلع بعام 59 على ما أعتقد، وكان أيام الوحدة ما بين سوريا ومصر، ومصر بقرار من وزير الإعلام آنذاك كان المرحوم عبد القادر حاتم، اللي هو أصدر قرار إنشاء أول محطة تلفزيونية عربية في الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية. العمل سريع، العمل كان في تحدي كبير، العمل كان في هناك إصرار وإرادة وحب وعشق لهذا كان في الموضوع. عدد من العاملين منيح، عدد العدد قليل، كبير العدد قليل. قليل، ولكن تم تأهيلهم بشكل سريع، ومعظمهم كانوا من الإذاعة، من كوادر العاملين في الإذاعة، إن كان من على المحررين، المخرجين، المذيعين، كلهم كانوا من الإذاعة. خضعوا لدورات تدريبية في على ما أعتقد بإيطاليا أو بألمانيا،
وعلى فترات كتير يعني قصيرة، ولكن بحبهم وبحماستهم وبإصرارهم على إيجاد هالمحطة هاي كان لهم دور كبير، وبذلوا يعني تضحيات كبيرة في سبيل الانطلاقة. أذكر أنه حكالي الأمير يحيى الشهابي الله يرحمه، وكان هو مدير عام آنذاك، مدير عام الإذاعة في تلك الفترة، وكان هو مكلف بالإشراف على إنشاء محطة التلفزيون في جبل قاسيون. قال لي أنا في فترة من الفترات حوالي شي 3 أو 4 أيام ما نمت الليل، يعني هو وزملائه طبعا ما يناموا الليل لإنشاء المحطة. طبعا كانت المبنى في ساحة الأمويين لم يكن يعني مكتمل. قيد الإنشاء ما كان مكتمل، فما قدروا يطلعوا منه، فجهزوا استوديو صغير في جبل قاسيون مجاور محطة البث، وانطلقوا من هذا الاستوديو اللي ما في مواصفات يعني فنية عالية المستوى، ولكن كان مقبول إلى حد ما، وكان يعني اتعاملوا معه العاملين تعامل فني راقي من حيث الديكور، من حيث توزيع الإضاءة، من حيث عملوا في تمثيليات وبرامج منوعة وسهرات وأخبار وكل شيء. تصوري معي أنه العاملين في مجال البرامج وفي مجال العمل الدرامي كانوا بدهم يوميا على الهواء مباشرة بثوا برامجهم، ما كان في تسجيل. يعني التسجيل ما كان موجود، فكان كل البرامج تبث على الهواء مباشرة، ويحتاج هذا الموضوع إلى صعود إلى الجبل بشكل يومي عبر طريق ترابي يعني وصعب جدا وعر إلى أعلى قمة قاسيون، وكانوا يقدموا فقرات. فبيوم 23 تموز حوالي الساعة 6 مساء صدح الصوت العربي في دمشق والقاهرة بوقت واحد، وقال هنا التلفزيون العربي بصوت الإعلامي والدبلوماسي الكبير المرحوم صباح القباني. صباح قباني كان هو مدير، أول مدير للتلفزيون العربي السوري، وهو الذي أنشأ أو ساهم في إنشاء هذا التلفزيون، وألقى كلمة قصيرة ولكن معبرة، ومن خلالها يعني أعلن عن انطلاق الصوت والصورة من خلال جبل قاسيون. يعني تفاصيل يمكن مليانة حنين إذا بدنا نقول، مليانة شغف وحب لهي المهنة. يوم بعد هاي السنين الطويلة لحضرتك، دائما نحن يوميا بنعد موادنا وحلقاتنا ضمن ظروف تكنولوجية يمكن هي أفضل بكتير طبعا من اللي كانت موجودة عند حضرتكم. خبرنا كيف كنتوا تفاصيل العمل، كيف أنا من الجيل اللي ما حضرت، ما عايشت التقنيات البدائية أو القديمة، جيت جيل بعدها، ولكن أنا على اطلاع من خلال زملائي الأقدم. اعتبرنا نحن عاشرنا زملائنا اللي بدأوا عملية الإرسال التلفزيوني، يعني واكبنا مسيرتهم من خلال زمالتنا معهم، وكانوا يحكونا شو يعملوا يعني. فكانت التقنيات بسيطة، تقنيات بدائية، ولكن اللي كان يغطي على هالموضوع هاد هو الحب الشديد للعمل. يعني تصوري مثلا الكاميرات كانت ما فيها مونتاج، يعني كاميرات كبيرة، وما كان في كاميرا محمولة، كان كاميرا ثابتة، وكانت الأفلام الخارجية يعني التصوير الخارجي إذا بدو يستخدموه عبارة عن تصوير سينمائي يحتاج إلى تحميض. يعني الفيلم بيجي بعد التصوير بدو يتحمض وبعدين ينعرض، تصور يعني كيف العملية بتاخد وقت. وكان ما مسموح بالغلط أبدا يعني على الهواء الموضوع، حتى في الدراما يعني كان الممثل بده يحفظ الدور وكأنه أمام مسرح. يعني ومعظمهم هن ممثلين كانوا بالمسرح، يعني ما في مجال للإعادة، ما في مجال للإعادة. وتصوري الحالة الجماهيرية والاجتماعية اللي واكبت انطلاق التلفزيون. بيحكونا أنه كانوا في شاشات، مو شاشات يعني أجهزة تلفزيون، ما كان في شاشة بديك الأيام، كانوا يوضعوها ببعض الساحات العامة في دمشق، مثل ساحة مثلا يوسف العظمي، ساحة المحافظة وساحات أخرى.
ويتجمعوا الجماهير حول الشاشة ويشوفوا البرامج اللي كانت تنبث بهذيك الفترة. وكان التلفزيون كجهاز كان قليل يعني ما موجود بكل البيوت، بكل البيوت، بكل حي، بكل حي كان في هناك بيت أو بيتين في جهاز. فتصوري انه كانوا الجيران يجوا على هالبيت هذا ويجتمعوا مساء ويشوفوا التمثيليه او المسرحيه او العمل او حفله ام كلثوم او اغنيه او فيلم قصير او فيلم قصير ويتسلوا فيها ويصير نوع من يعني هيك الانسجام الاجتماعي اللي عمل كثير كثير جو حلو بديك الفتره. هاي فتره الستينات كانت كثير جميله وكانت كثير تعطي انطباع عن الحالة الاجتماعية انه هي حالة فيها نوع من المودة والمودة والصداقة والعلاقات الاجتماعية مفتوحة. ما كان في هناك بيت مغلق، كلهم بيوت مفتوحة لبعضهم والجيران كانوا مثل الأهل يعني، فما كان في حرج. الحقيقة بعدين يعني تطورت الحالة وبلشت تنتشر الأجهزة، والجهاز كان جهاز بسيط عبارة عن أسود وأبيض وشاشة يعني صغيرة، ولكن كانت تملأ الفراغ كله، تملأ الفضاء يعني، تملأ الحياة بالبهجة ويعني الفرجة حلوة كانت. نعم أستاذ مخلص، يعني مثل ما ذكرت نيرمين من شوي أنه هلأ التكنولوجيا صار في تطورات، أي شيء بتحط على جوجل أو على الإنترنت توصلك المعلومة. من قبل كيف كانت طريقة هي الإعداد، يعني كيف كنتوا ترتبوا معلوماتكم؟ كيف كان الانبهار هلأ والإعجاب بالأجهزة الحديثة بالموبايل وبالنت وبالتواصل الاجتماعي، وكيف الصورة بتوصل بثانية أو بأقل من ثانية من أبعد منطقة في الكرة الأرضية؟ الإبهار نفسه كان ذاك الوقت، لأن كل شيء جديد بيولد إبهار، بيولد إعجاب، بيولد اندهاش. يعني الجهاز هلأ بنشوفه بسيط، نحن بنشوفه متخلف، بنشوفه أنه يعني عادي، ولكن بهذيك الفترة ظهور شخص أمامك على شاشة يحكي كان شيء جديد وغريب، بروح وبدم وبكذا، هذا شيء جديد كان، وكان يعني مثير للاستغراب بعض الحالات. يعني حتى في بعض الكبار بالسن ما كانوا يصدقوا، يعني يقولوا يعني يفكروها سحر. ايه فالموضوع موضوع يعني نسبي. اعجابنا الان بالتكنولوجيا الحديثه ربما بعد سنوات يصير بالنسبه الى الاجيال القادمه شيء متخلف، شيء عادي يعني. فهذا الموضوع نسبي تماما. انا يعني بعتقد انه بذيك الفتره الاعجاب اللي كان موجود والاندهاش بالجهاز التلفزيون كان أكثر بكثير من إعجابنا الآن بجهاز الموبايل والتواصل والنت وما إلى ذلك. ليش؟ لأن ما كان موضوع يعني عادي، يعني كان موضوع أو غير مطروق، يعني شغلة يعني كثير إنه واحد قاعد بدمشق يشوفوه بحلب مثلا أو يشوفوه باللادية أو بحما أو بحمص، يعني شغلة كتير كانت غريبة بالنسبة للناس. ولكن مع التطور طبعا كل شيء بيصير عادي وبيتطور طبعا مع تطور المجتمع، وهو بيساعد على تطور المجتمع أيضا. يعني العملية الإعلامية عملية جدلية كما يقال، يعني الإعلام يجب أن يكون له دور تفاعلي مع المجتمع مع الجماهير حتى يكون هناك أداة أخرى لتطويره. التطوير لا يأتي من الداخل فقط، يأتي من الداخل ومن المتلقي أيضا. هذا التفاعل ما بين الجهاز الإعلامي وما بين المتلقي هو يولد عملية التطوير المستمر وعملية الترقية للعملية الإعلامية بالعموم، إن كان من ناحية البرامجية أو من الناحية الدرامية وهذا شاهدناه يعني خلال السنوات الأخيرة كيف الدراما السورية تطورت تطور هائل يعني وقياسي بالنسبة لما كان سابقا. علما انه الدراما السورية ايام زمان، وهلأ منلاحظ من خلال استعراض بعض الاعمال القديمة انه كيف كانت حميمية ودافئة وكيف فيها رسالة كان فيها مجتمعية البساطة وإنسانية، البساطة مع الاتقان مع الحب مع الانسجام الكامل مع العمل منلاحظها يعني. وكثير منتابعها هلا في جيل شاب يعني بيتابع الأسد والأبيض بحب، يقول يعني
البساطة الحلوة، البساطة اللي فيها فن. تمام. دائما الفن بالعموم يعني ما بحاجة لتعقيد، ما بحاجة لتقنيات لا يظهر كفن. الفن بأدواته البسيطة ممكن يؤدي نتيجة أو نتاج فني جميل يستمر وله عمر، وهذا شيء محقق الآن في العمل التلفزيوني. نعم. أستاذ مخلص، يمكن دائما بوقتنا الحالي صار في كتير عدد من الخريجين، عدد كتير من الصبايا والشباب يمكن بيشتغلوا بمجال الإعلام، إن كان التلفزيون أو كان الراديو أو الصحافة المكتوبة. اليوم شو هي أصعب شيء، الراديو أو التلفزيون أو الصحافة المكتوبة برأيك؟ ويمكن شو أهم الخطوات يلي لازم يبدأ فيها الإعلامي لحتى يكون اسمه إعلامي، يبدأ مسيرته الإعلامية؟ الحقيقة يعني مصطلح إعلامي مصطلح حديث، ما كان في شيء اسمه إعلامي سابقا، كان في شيء اسمه إذاعي. تمام. نسميه الإذاعي الكبير يحيى الشهابي، القارئ. تمام. المذيع، المخرج، المعد، يعني ما كان في كلمة إعلامي هي جديدة طلعت. ولكن مع ذلك نقول إنه الإعلامي هو الذي يعمل في مجال الإعلام، إن كان مرئي أم مسموع أم مكتوب. أهم مواصفات الإعلامي حقيقة، أهم مواصفة بعتبرها أنا الخطوة الأولى، أن يكون موهوبا، يعني أن يكون عنده استعداد فطري للعمل في هذا المجال، لأنه مجال نوعي، مجال فني إبداعي، وليس مجال وظيفي. يعني وظيفة تأتي لاحقا. هو مجال مثل الغناء أو التلحين أو الرسم، يعني مجال يحتاج إلى استعداد داخلي، هذا واحد. اثنين، يحتاج إلى موهبة وهواية، لا تكفي الموهبة فقط، بده هواية، بده حب. العمل الإعلامي عمل متعب وشاق، في كثير من المتاعب الجسدية والنفسية والمادية. فإذا واحد ما بيحبه حقيقة ما بيقدر يستمر فيه، وفي زملاء اشتغلوا فيه بس ما قدروا يكملوا. صحيح. حقيقة الحقيقة سابقا، هذا الكلام قديم شوي، وجينا هنا على مجال الإعلام، كانت المهنة نخبوية جدا، يعني نسبتها لا تتعدى 1 بالألف وأكثر كمان. ليش؟ لأن المسابقة اللي كانت تعلن عن إجراء مسابقة لانتقاء عدد من مثلا المذيعين ليعملوا في مجال إذاعة وتلفزيون، على زماننا تقدم حوالي 1900 متقدم متسابق، اللي نجح منهم 6. تصوري يمكن هدول النخبة، يمكن العالقين اللي نجحوا في مسابقتنا. مين كان يشرف عليهم؟ يعني مين كان في لجنة؟ طبعا في لجنة، لجنة من كبار الإذاعيين. طبعا. والإعلاميين آنذاك، يعني من المؤسسين أو الرواد اللي اشتغلوا بعملية الامتحانات والاختبارات، وكانت اختبارات على مراحل، مرحلة كتابية، مرحلة صوت وصورة أولى، صوت وصورة ثانية، صوت وصورة ثالثة، 3 امتحانات تصفية، بالإضافة للامتحان الكتابي، وفي امتحان مقابلة. امتحان مقابلة وجه لوجه. كان أهم ما يميز أولئك المتقدمين بالإضافة للموهبة والهواية الثقافة العامة. الثقافة العامة كان يركزوا عليها كثير، في مجال الأدب، في مجال الشعر، في مجال العلوم المتنوعة، في مجال التاريخ، في مجال السياسي طبعا، كله يجب أن، بالإضافة إلى الاختبار الأصعب وهو الاختبار المقدرة على الارتجال، المقدرة على سرعة البديهة، سرعة البديهة والتعرض للمواقف المحرجة أو الصعبة، كيف ممكن يتصرف الإنسان. ففي كتير كانت اختبارات، فلذلك كان في تصفيات كثيرة. فمن هم ناخذ مؤشر انه العمل هذا مو عمل عادي، يعني مو وظيفة قدمت لها وتخرجت بالجامعة ورحت قدمت على وظيفة وتعينت، والآن جت متطلبات كثيرة. لا 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 لا، هذا عمل ما له علاقة، هو الشهادة طبعا مطلوبة،
لذلك بأيام زمان اللي كانوا يشتغلوا بها العمل هذا معظمهم ما معهم شهادات عليا. نعم. لأن أولا ندرة الشهادة ما كان في شهادات جامعية كثير، فمعظمهم كانوا على الثانوية العامة أو حتى على البروفي يعني. نعم. فطبعا الشهادة الجامعية الآن أصبحت مؤهل علمي يعني الدخول في هذا المجال، وخاصة بافتتاح كلية للإعلام. ولكن لا يعني خريج هي الإعلام أنه يكون عنده موهبة أو استعداد للقيام بالعمل التلفزيوني أو العمل الإذاعي. بيجوز يكون له علاقة بالصحافة الإلكترونية، بالصحافة المكتوبة، بالإعداد، بالإخراج، بكل شيء. طبعا متنوعة. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل يعني، بس هذا باختصار شديد أنه العمل هو عمل نوعي وعمل يعني كتير كتير دقيق وحساس. صحيح. ويحتاج إلى إمكانات. يعني الحديث يطول مع حضرتك، أكيد بنتشكر وجودك معنا اليوم. حضرتك قامة تلفزيونية وإذاعية أكيد بنفتخر فيها كتير. بختام أكيد فقرتنا ما فينا ما نترحم على شهداء الإعلام السوري، كل الرحمة لهم. شكرا كثير. شكرا جزيلا. طبعا بدوري بوجه تحية لزملائي العاملين في الإعلام، بقول لهم كل عام وأنتم بخير، وتحية الأكبر والأجل إلى شهداء جيشنا العربي السوري وشهداء الذين قدموا دماءهم فداء لهذا الوطن، وتحية للجيش العربي السوري الذي ما زال وسوف يبقى صامدا في وجه كل من يريد شرا بهذا البلد. شكرا جزيلا. شكرا. ويعني اليوم كثير مبسوطين بوجود حضرتك معنا. الله يبارك اكيد فيك. اضفت لنا ولبرنامجنا شيء كثير مهم بحضورك، والله يطول بعمرك. الله الاستاذ يسلمك. مخلص الورار، شكرا كثير لك ويطول بعمرك. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا كثير لك. الله يبارك.